واحد يقول انا شاب وارغب في الرهبنة وعندي 21 سنة في وسط عمري وقرأت في سمو الرهبنة ان من لديه خطية لم يعرف ان يتوب عنها يتوجه الى الرهبنة ليتوب عنها هناك، لا يتوب عنها قبل ما يخش الرهبنة، لان لو ما تبش عنها قبل ما يخش الرهبنة جايز الخطية دي تتعبه وهو جوه الرهبنة. النفس البشرية هي النفس البشرية، فلازم ينتصر قبل ما يخش الدير. لا، لازم ينتصر قبل ما يخش الدير.